تنضم إلينا الآن في الاستوديو زميلتنا جيسي المر. أهلا بك جيسي. شكرا. أهلا. كيف تابعت إذن على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعل مع قضية مقتل الوزير الفلسطيني أبو عين؟ ولا هلا أنت بتسألني وأنا بغرد كمان بنفس الوقت، فكنت بس هلا عم بخلص التغريدة. تغردين في صمت، تفضلي. إيه طبعا. طبعا الحادثة التي حصلت بالأمس، الحادثة المؤسفة والفظيعة، ما زاد من فظاعتها هو تداول الصور يعني اللحظات الأخيرة قبل مقتل الوزير. نتابع معا ربما الأكثر الهاشتاج قبل أن نرى الصور معا، أكثر الهاشتاج التي تم تداولها أو الوسوم، وسوم زياد أبو عين، هاشتاج شهيد الجدار، هاشتاج شهيد القضية. ولو نتابع معا على الشاشة أيضا الكبيرة الصور لأكثر التغريدات التي وردت لحظات قبل الإعلان عن وفاة الوزير. ما نراه الآن هي أكثر الصور التي تم انتشارها، وهي صورة مأخوذة من الصور الحصرية طبعا لشاشة سكاي نيوز، باعتبار أننا بثينا هذه الحادثة. هي صورة هذا الجندي الذي يقبض بيده على صحيح. رقبة أبو عين. ولو ترى أيضا يوسف هذه الصورة يعني تناقلتها وسائل إعلام غربية أيضا، وبعض الرئيس محمود عباس كانت في يده الصورة. صحيح. وبعض الفنانين نرى هنا على هذه الشاشة أيضا حولوها إلى رسم كاريكاتوري لأنها باتت تمثل رمز القضية الفلسطينية. طبعا الوسمات، وهذا العسكري من الجيش الإسرائيلي. صحيح. وايضا برز من داعش شكله بدا يعني هناك تبرز الان صور له فقط لوحده، لان هناك تداول عن اسمه وهويته ومن هو، يعني لن ندخل في هذه التفاصيل الان. هناك ايضا الفيديو، أريد أن فقط أن أقول أن الفيديو التي بثته سكاي نيوز عربية حصد على أكثر من 16,000 مشاهدة منذ الأمس حتى اليوم، وهي المشاهدات تستمر. نتابعه الآن هو على يوتيوب، وهذه المشاهد فعلا الفظيعة التي أيضا نقلتها وسائل إعلام غربيا نقلا عن سكاي نيوز. هذا الحجم والكم من التغريدات التي لا تزال تتناقل حتى الآن. لا أعلم يوسف، أنت على تويتر؟ نعم أنا على تويتر، تابعت يعني بعض المشتقات. ما رأيك كان؟ يعني طبعا هو كنا نتحدث قبل قليل إلى المراسلة مرات سكاي نيوز في القدس، وتحدثت عن أنه في وجهة نظر مختلفة في الغرب وفي إسرائيل. ما تابعته أنا كان تويتر العربي شوي تركي، لكن كان فعلا في اتهامات، كان في هناك كثير من التعليقات منتقدة كلها. على فكرة ما صدمني أنه في انتقادات لإسرائيل، لكن في انتقادات للسلطة الفلسطينية ما فهمتها صراحة. وأكثر من ذلك أيضا هناك ربط، هذا ما شدني، ربط بين العنف، عنف الشرطة، الإفراط بعنف الشرطة الإسرائيلية والأمريكية. هذا ما رأيته على تويتر. لو سنعرض الآن مثلا فقرة صغيرة تظهر لماذا عدد كبير من المغردين عرضوها بالأمس، لأنها ذكرتهم بحادثة مقتل الرجل الأسود فرانك غارنر في يوليو من قبل الشرطة الأمريكية، والآن المغردون يعيدون عرضه تحت وسم زياد أبو عين. لنتابع هذا المقطع معا. هذه إذن الصور للحظات أو آخر صور التي عرضها زياد أبو عين قبل مقتله. هذه آخر صورة وضعها على فيسبوك. ما أشرت إليه هو القصة المقطع 24. نعم. يعني في المقطع الذي يليه طبعا، لو ممكن أن نقطع إليه فقط تفاديا للوقت. نتابع معا مقتل أو هذا الفيديو. الفيديو نعم. I didn't show anything. I did nothing. We sitting here the whole time, running our business. What are you talking about? Who about you do what? Who did I sell cigarettes to? في اللغة الإنجليزية على الفيديو لكي نتابع معا هذه الحادثة التي أعاد المغردون ولذكرها، لأن هذا الأسبوع المحكمة في نيويورك
مات خنقا. والكل كان يظن أن الوزير الفلسطيني أيضا مات خنقا بعد تلقيه العديد من الضربات. وهذا الأسبوع يعني رفضت المحكمة في نيويورك أن تفرض أي عقاب على الشرطي، والموضوع مسجل على الفيديو تماما مثل حادثة الوزير زياد أبو عين، ولهذا أعاد المغردون نشر هذا المقطع. لو انتقلنا، أردت فقط أن أختم أيضا بمقطع ثاني أعاد المغردون في الولايات المتحدة نشره، وهناك نوع من التضامن بين المغردين في موضوع الفلسطيني والمغردين في الولايات المتحدة. أعادوا نشر أغنية وضعها أو ألفها فنانون في برودواي في نيويورك، وقاموا بأدائها أمام مركز الشرطة. هذه الأغنية هي احتجاجا على العنف المفرط في الشرطة بكل الدول، يعني ليس فقط الولايات المتحدة. يقول فيها جملة مهمة: I can't breathe، أو لا أستطيع أن أتنفس. هذه آخر جملة قالها الأمريكي فرانك غاردنر قبل أن يقتل من الشرطة، وأصبحت هذه الجملة يعني تعبر أيضا عن هذا الغضب في الشارع الأمريكي والتظاهرات تستمر للعنف المفرط في الشرطة. ربما ليس كانت الحالة الأولى، يعني جيسي كانت هناك أيضا حالات أخرى وبالتالي يعني تسبب في هذه الأزمة. تظاهرات ما زالت الآن مستمرة. صحيح، نشاهد أيضا صور كانت منذ قليل من كاليفورنيا للتظاهرات المستمرة، الاستمرار في تبرئة أفراد الشرطة الذين يقومون بهذه الأعمال عمدا أو لا، يعني لا أعرف، لكن الصور تظهر بوضوح. ولكن أردت فقط أن أعرض هذا المقطع للإشارة بين الربط بالإفراط في الشرطة. جيد جيسي المش، شكرا جزيلا لك. شكرا.